ادخل مجال جوه بلدي. حسيت انه مجال انساني وعايزه حسيت انه يعني مجال انساني، وان انا يعني لا افضل ان انا الخدمة دي تكون لأهلك. ارجع فعلا تاني. وحتى رجعت يعني رجعت ورجعت عيلتي كلها معايا، يعني كنا هنهاجر كلنا، بس كله رجع بقى واستقرينا. تمام. ويعني الحمد لله اعتقد ان الواحد عمل كان اختيار، كان لقاء ناجح واختيار ناجح الحمد لله في طبعا الاخر. ده اللقاء اللي هو يطلق عليه لقاء غير مسار مصير حياتك، ده حقيقي، يترتب عليه. كان لقاء مصيري، كان لقاء مصيري، لان بالظبط. حتى هو الاستاذ الطب اللي قابلني وقتها هو كان بيحاول يقنعني ان انا ادخل الكليه هناك في كندا، بس هو اللي ما خدش باله منه ان هو كل الكلام اللي قاله هو تحول داخليا جوه الواحد لايموشنز واحاسيس، ان هو عايز يعمل نفس اللي هو بيقوله ده بس جوه البلد. تمام. فرجعت تاني والحمد لله، يعني ربنا الحمد وفقني لله ووصلت للي انا عايزاه، فالحمد لله. الحمد لله. دكتورة سليمة مرزوق، أستاذ واستشاري تشخيص المخ والأعصاب. بالطبع هنا التشخيص برضو أو اختيار التخصص، هنا كان في لقاء، ولا حضرتك ده اخترتي كان إزاي التخصص؟ ده حقيقي يعني ده كان اهو ده كان يمكن مش أي حد بيقبل عليه كده يعني. تاني خطوة وتاني لقاء. دايما الناس بتاخد السهل والواضح. اول ما دخلت، يعني اول ما اتخرجت وابتدينا بقى نفكر احنا هناخد تخصص ايه، دايما برضو السيدات بياخدوا التخصصات المشهورة، النساء، الاطفال، الحاجات المعروفة. اسنان، حاجات بسيطة. بعدين انا يعني قابلت شخصيتين في حياتي، كان استاذ دكتور اسامة برادة، استاذ دكتور صيام سعيد الله يرحمهم، يعني دول من قامات الاعصاب في القصر العيني عندنا، ودول اللي اقنعوني ادخل مجال تشخيص الاعصاب. تشخيص الاعصاب هو مجال جديد في الطب، هو كله مبني على استخدام الاجهزه الحديثه، ان انا احول شكوى المريض لتشخيص فعلي. يعني هو دكتور مخ وأعصاب غير دكتور تشخيص غير الأعصاب. دكتور تشخيص الأعصاب، ده علم جديد خالص. تمام. هو يمكن مش مسؤول عن العلاج، هو مش مسؤول ان احنا نعرف ايه المشكلة اصلا، لان كان الاسهل ان احنا يعني المريض بيشتكي والدكتور بيستنتج هو عايز ايه، واقصى اللي كان بيحصل ان احنا بنعمل اشعه تصويريه عاديه زي مثلا الاكس راي او الرنين او كده، اللي هي بتصور الشكل. انما عمر ما حد كان غير مؤخرا جدا قدر